وفود تأتي إلى الغنى بصدق اتصال وفود تأتي إلى الغنى بصدق اتصال تهوى العلا والتداني والمراق العوال بعزم صادق وهمة واقتداء بالرجال بلغهم الله ما راموا هنا والمآل أصلح لهم شانهم واصلح لهم كل حال سقاهم الله من صفو المودة زلال جمعهم الله بالمختار باهي الجمال جعلهم الله جنده نال وعلى منال يا ربي بارك لنا فيهم وزدهم نوال وهب لنا ولهم من العطايا الجزال من المنن والعطا ما ليس يخطر ببال نذوق يا ربنا جمعا لذيذ الوصال وننصر الدين بالأنفس وحالا ومال نفي بوعدك ونقطر سعف خير الرجال مننك تترى علينا والمنح في توال وحالنا دائما بوصلك العاذب حال يا ربي هبنا المنى واقبل جميع السؤال ببركة الطهر خاتم الرسل مولى بلال حبيبك الزين لي ماله أبد من مثال شفيعنا ذخرنا في الدار ذهوى المآل عليه صلى إلهي عد ذر الرمال والآل والصاحب فاخري خير صاحب وآل خصوص بضعته كنزي وهي لي راس مال هي الوسيلة بها يصفو لنا كل حال ومن تبعهم ومن له بالنبي اتصال وفود تأتي إلى الغنى بصدق اتصال تهوى العلا والتداني والمراق العوال.